من الذي ينفخ في الصور يوم القيامة؟ ينفخ في الصور ملك بأمر من الله تعالى وهو إسرافيل، استدلالا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق. فإسرافيل مستعد للنفخ في الصور منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يومر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، وهو يترقب أمر الله سبحانه وتعالى لأداء ما وكله به. وتجدر الإشارة إلى أن النفخ في الصور يكون مرتين، النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية لبعث المخلوقات حية، استدلالا بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.